بوم بوم، سبايدر مان الشرطي اليوم راح يلقي القبض على جميع الحرمية وجميع الأشرار. أنا مع مسدس الأسطوري بداهم المنازل اللي بداخلها أشرار وبطلق على الأشرار زي هيك، وأنا ومع شباكي بوم 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 العنكبوتية عشق لا ينتهي. هاي الشباك هي اللي بتساعدني بالقي القبض على جميع الأشرار اللي موجودين في هذا العالم. واليوم أنا هو سبايدر مان الشرطي اللي دائما وأبدا مسيطر على الجميع. دائما طلعوه أنا في هاي الصورة، هذه مش صورتي بصراحة، هاي صورة جدي الله يرحمه، جدي الملازم والشرطي المعروف عند جميع البشرية اللي كان يعرف الكبير قبل الصغير والقوي قبل الضعيف. هذا جدي اللي أنا بحبه كثير وقدوتي، بدي أصير مثله لما أكبر. هيني أنا أخذت البلوكات الآن ورح أوصل طريق في 3 كواكب. الكوكب الأول كوكب أحمر، كوكب الدماء وكوكب الموت. الكوكب رقم 2 كوكب أبيض، كوكب الثلج، وكوكب ال يعني طيب اللي بداخله هذا. والكوكب السكني هو الكوكب اللي مش معروف اذا هو اللي بداخله شرير ام طيب. والان احنا رح نعرف مع بعض، وانا الان جالس بوصل طريقه لاول كوكب، واظن انه في بداخل هذا الكوكب واحد من الاشرار. الان احنا رح نشوف مع بعض ورح نداهم المكان مع بعض. يلا استسلم. اشتري دب يس دب. مرحبا. اشتبي دي دب. ايه شو جاي تسوي انت؟ ايه لحظة انا بعرفك، انت هو انت حمار. ايه شو حمار انت مجنون، انا هو اس سبايدر مان الشرطي. ايوه كنت عارف انه انت سوبرمان، انت سوبرمان ولا كان التلفزيون. هي انت مجنون، انا سبايدر مان المعروف الذي لا يعرف. ايش تبدي دابة؟ اكيد انت ما بتعرفني، تعال معي بس بتعرف هذا الشخص المعروف الذي لا يعرف، اكثر شخص بحبوه الجميع اللي هو جدي سبايدر مان. ايه مين هذا؟ ليش هيك شكله؟ لين اطلع لاويل عنده شوارب لونهم ابيض. هذا جدي، شو مش عارف مين هو المعروف اللي انقذ المدينة اللي انت حاليا موجود فيها؟ انت بصراحة فكرتك شرير، لو انك عرفته. خلاص انا عرفته، احكي لك مين هذا. مين هذا؟ هو يعني رئيس الحرمية. ايش تبدي دب؟ ايش تبدي دب؟ بمزح. انت مجنون اشي بدي لازم القي القبض عليك. لا بمزح معك، تعال بدي العبك لعبة حلوة. ايش هي هاي اللعبة؟ خبرني. تعال اتفرج، تعال. انت بتعرف هاي البيضة اللي في ايدي بيضة ايش؟ لا بصراحة انا ما بعرف نهائيا. خمن ايش راح تكون؟ انا اتوقع انها بيضة ارنب. ارنب؟ ايه طلع. شو هذا؟ مين هذا؟ مين هذا؟ انا بدي اسرق كل اشي. خد لك هاي، بدك تسرق كل اشي. يهجم عليك، يهجم عليك. يلا خيلي جالس بدمر. قتلته. يا سلام عليك. طيب هاي بيضة ايش؟ سكويد. هاي حبار، خلينا اشوف. ايه حمار. ايه ما كنت متوقع، بس يلا انا بكره الحمير كثير. الحمار برتكب عليه غبي، مفيد اكثر منه، مفيد اكثر مني. طيب يلا والله اركب على الحمار وهو مايت. ليش هيك سويت؟ طيب خلاص، هاي بيضة ايش؟ هاي بيضة حمار. هاي بيضة سكويد. هي ليش انت نصاب؟ شايف كيف انا اشتبي؟ ضب 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 يس يس يس
طفل 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 طفل، بجيب المصاري من طريق الرقص. أنا كنت فقير معطر، كنت أشتغل مزارع. كان الجميع يعني يحرف علي، يخلينا أسوي يعني شغلات إحدادي ميكانيكي، وصرت أنا أغني اشتبي ضف ضف. وين صرت أنا غني، واشتريت سلسلة الذهب هذا، والآن بدي أروح وبدي أغني اشتبي ضف 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 ضف. وأخيرا راح هذا اللي اشتبي دي دب. والله إنه مشاكس، والله إنه مجنونة. لو إنه شرير كان قضيت لكم عليه، بس المشكلة الكبيرة إنه هو طيب وليس شرير، هاي مشكلة. بس خلص عادي عادي، ما في أي مشكلة. يلا الآن يمكن يطلع لنا، لا هذا أكيد كوكب لونه أبيض. الأبيض لون السلام، الأبيض لون الثلج الأبيض الصافي، لون الصفاء. خليني أنا أنزل وأسلم على اللي بداخلها. مرحبا يا أصدقائي. يلا يلا انتو، بدي ايش اسوي فيكو؟ بدي اقطعكو الى اجزاء صغيرة. لا لا، كل يوم طعام، بدي احطكو جوا الفرن، بدي اسويكو مع الجزر والسمك. هي اقراني، هين انا عرفتيني. يا سلام، وش بشديدي تعال. آه. هي اقراني، انا رح ادمرك تدمير يا شريرة. مين انت؟ خلينا نطلع. ايش بمتص الطلاق؟ جسمك بمتص الطلاق. هذا انت ما غيرك اللي اسمك فلاش. ولكم من ليش مش عارفين يعني عشان لابس هاي البدلة؟ ها انا سبايدر مان الشرطي. يا ويلي انت بتشبه رجل البيبسي. ايوه هذا انت، عرفت مين مثل أنا؟ البيبسي لونك اصفر احمر اخضر، كله مثلك انت. خلاص تعال تعال، عندي لك مفاجأة. ايش هي المفاجأة؟ المهم انك لا تصيب المساكين اللي موجودين هون. شايف هدول المساكين؟ بدي اصيبهم وبدي اخذهم. لا لا الا لا. اذا الا اذا في شرط واحد فقط. إيش؟ لا غير، انا بدي اوديك على مهمة الجد غراني. إذا أنت بتسويها أنت راح تنتصر، راح تأخذ الرهائن هذولا البشريين وما راح أقتلهم. أما إذا أنت خسرت راح تسلم نفسك وراح تموت. خلاص، بس أنا إذا فزت أنا راح أفوز عليك وراح أقتلك. ماشي، ويلا وين ما بدك وديني. يلا تعال تعال معي. هل أنت معك أجنحة؟ لا ما معي أجنحة، أنا لا أستخدم الأجنحة. وصل طيب الى هاي الدائرة الموجودة في هاي الدائرة، في بداخلها شيء سري ما حدا بيعرفه غيري. ايه هاي الدائرة اللي موجودة قدامي؟ ايوه يلا بدنا ندخل بداخلها. اقفز. ووو، ما بقدر اطلع منها وما بقدر اني اضع البلوكات. كيف بدي اطلع اذا؟ ما بتقدر تسوي اي شيء. انت اليوم داخل في تحدي الجد قراني. انت لما تكبس هذا الزر راح تنتقل بوم زي هيك. ايه خلينا اشوف. اوه ايه، اه والله ان انتقلت. يلا اطلع حواليك. انت اليوم اجيت الى مقر الجد قراني اللي بتضع فيه الجثث بعد القتل. انت اليوم لازم تدخل وتسوي التحدي الموجود. وانا موافق يا شريرة، انا موافق وانا رح ادمرك تدمير. ماشي يا جدي. يلا فرجيني شو بتقدر تسوي. هيك بتسقط مثل النوب. اول مرة بشوف سبايدر مان الرجل العنكبوت ملك الباركور والتسلق بسقط في باركور. لا تستفزيني عشان اطلع اسوأ ما بداخلي. سبايدر مان الشرطي الان فعل خاصية السرعة. مثل يا شريرة يا نوب، اول مرة بشوف عنكبوت سبايدر مان بخفق في التحدي الباركور. انت ضربتيني، المفروض تكون اقوى واحد لانه عندك شباك. انت ضربتيني قدام العالم كلياتهم، وانت وحده غشاشة. خليني طيب اشوف راح تقدر توصل لي بدون ما تسقط. ايوه ايوه يا ويلي ايوه. اين الان؟ حسبت حسابك انه انت سبايدر مان، كنت مفكرتك انه انت واحد غبي.
أحسن منك الحمار. يلا وصل، يلا امشي. لا تستفزيني يا جراني، لا تستفزيني يا جراني. هي جراني تعالي عندي هون أتحداكي. ايه يا غبي يا نوب، خلينا نسوي التحدي. لا لا ايه، وقعتيني يا غبي يا غبي. بدك تضلك تخسر زي هيك انت، توقع الى الاسفل. اول مرة بشوف سبايدر مان منواب زي انا. مش منواب، احترمي نفسك. انا الان رح اطلع لك بسرعة كبيرة جدا جدا مثل هيك. تماما شايفه؟ يلا تحديك الان تكسير كل البلوكات. معك التوقيت 45 ثانية. يلا اذا انت ما سويتهم انت الان تلقائيا راح تموت وراح يتفجر فيك البيكاكس. ايش راح يتفجر فيه البيكاكس؟ كم باقي؟ 40 ثانية فقط. 40 ثانية من الان والعد التنازلي شغال. اذا انت الان ما خلصت في الوقت بوم راح تتفجر. اوه لا، انا ما راح اخسر، انا راح افوز. هيني جالس انا بكسر 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 وبكسر، راح افوز انا راح افوز. كم باقي؟ 25 دقيقة ثانية. يلا 25 ثانية بسرعة. يلا. رح تقدر ولا رح تخسر؟ رح تكون وش بتغدى إلى اليوم؟ إيش تخيلوا سبايدر مان الشرطي رح يكون وجبة غداء الجد جراني؟ هذا شيء مستحيل. يلا هيني جالس بكسر. 15 ثانية. إيش رح تقدر ولا لا؟ يلا 10 ثواني من الآن. ايش انت شكلك راح تتفجر. يلا تفجر تفجر تفجر. لا 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 لا. ضايل 6 5 5 4 4 واو 3 2 1 1 رميته. انا شفت عداد الصفر في عيوني، بس انت في اخر ثانية سويتها. لا ايه، وين هاي انتقلات؟ انا الان راح ارجع عليها. اوه اهلا جد جراني، انت راح تموتي. تعال هون انا بتخدع عليك. لا لا لا، موت يا شريرة. شكرا لك كتير كتير لانك انقذت حياتنا. شكرا كتير. العفو العفو، هذا من واجبي. انتم بخير؟ نعم احنا بخير. يلا اذا خلينا انا اوصل لاخر جزيرة موجودة قدامنا بهذه البلوكات اللي هي دايموند جولد ريدستون، وكمان بعد الريدستون اميرالد، وبعدين فحم اميرالد دايموند جولد ريدستون دايموند جولد دايموند جولد، بعدين اللون الازرق. وهيا بنا لنشاهد ما الذي بداخل هذا الكوكب. واو هاي سبايدر مان، هات مصاريك بسرعة، لا تتحرك بالمرة بالمرة. حرام عليك، حرام. انا زلمة قد ابوك. لا تصيح يا كلب، بلاش انا الان اطول طلقاتي واكبس راسك كبسك. تعطي المصاري ولا ما بدي؟ الحقني يا ويلي، بدي الحقك بدي الحقك بدي الحق. روح خد لك هاي، ذبحته. مين اللي سرقه؟ انا. مين انت؟ سبايدر مان الحرام الشرير. سبايدر مان الحرام الشرير المقنع. شوف شوف شوف، عندي كل هذول انا علشان اتخفى فيهم، علشان ما يجدني اي حدا، وخصوصا هذا القناع الاقوى فيهم. استنى اشوف. هذا انت سبايدر مان الحرام؟ شو كاين بتتعلق هون؟ شو بدك تسرق يا حيوان؟ ايه يا ويلي، لا تطلع لا تطلع. كنت في هذه اللقطة بدي اسرق هاي الدراجة الموجودة، بس انا يعني ايش اندبيت في فخ، بس طلعت منه وهيني الان مع مسدسي مثل في الصورة. هي انا الان راح ادمرك مثل هيك، راح افضي سلاح براسك يا شرير. شايف شو راح يصير؟ يلا فرجيني، تعال لهون. انا الان بس خبرني انت ايش اخر كلام عندك؟ وين اختفى هذا؟
ايه هذا موجود بالاعلى. كلام عندي اني راح اقتلك وراح اكمل سرقات. ايه استنى خلص طلقي مش مشكلة. هجوم. يلا خلينا نقتله. موت يا سبايدر مان الحرامي الشرير. لا يا غبي. تم تدمير بنجاح. هذا اش تبي دب الاول دمرناه. اش دمرناه؟ هو هرب بس كنت انا بدي ادمره. جراني دمرناه. وسبايدر مان الحرامي الشرير اللي مبين فيها هاي الصورة كيف بسرق كيف بدمر كيف بفجر دمرنا تدمير. سبايدر مان الشرطي في كل مكان.